بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، أحببت أن أقدم لكم عملة يعني يمكن أن تجعل يعني من استثماركم يعني أرباح جيدة جدا. إخواني الكرام، هذه العملة ثمنها الآن يعني تقريبا 10 ساتوشي. هذه العملة يعني كما يقول الموقع هي عبارة عن خدمات يعني وتخفيضات، يعني كل من اشترى من عن طريق موقعهم فإنه سوف يعني يقومون بتخفيضات هامة، أو أنه كل من اشترى من الموقع يمكنه أن يستفيد من عدة تخفيضات. الموقع كما يقول إن صدق، فإخواني الكرام يعني يجب أن تأخذوا يعني نسبة الخسارة في يعني في حسبانكم، لأن الموقع قد يكون نصاب. فلهذا إخواني، كل من أراد أن يشتري هذه العملة لأنها إذا ارتفعت سوف تربحون منها كثيرا إخواني الكرام، ولكن يجب أن تأخذوا يعني في عين الاعتبار الخسارة. كما يقول الموقع أنه مدعوم من برجر كينج وماكدونالدز وعدة يعني متاجر، يعني كما يقول هنا 1544 بارتنر يعني مساهم، و115 ألف يعني مشترك في الموقع. يعني طريقة تشغيل، يعني تقوم بفتح التطبيق من الموبايل، تقوم باختيار المتجر الذي تريد الشراء منه. عندما تشتري من المتجر فإنك تقوم بربح البعض من العملة، ثم تقوم بالتوصل بالمنتوج الذي اشتريته. هنا إخواني الكرام يعني التطبيقات المتوفرة، الايكو الاي سي اي الاي سي او او الاي سي او انتهى. المتاجر التي يمكن يعني الدفع بها عن طريق العملة، يعني يمكنكم شراء مثلا إخواني الكرام هذا الجهاز ب 666 ألف من عملة البلوسكوين. رواد ماب إخواني الكرام، هذا هو المهم. في شهر 2 سيقومون ربما بإضافتها إلى منصة تداول أخرى، وفي شهر 3 إخواني الكرام، وفي شهر 5. أي أن العملة إخواني الكرام الآن ثمنها منخفض جدا كما تشاهدون، هذا هو ثمن العملة. إذا قمنا إخواني الكرام بشرائها والاحتفاظ بها إخواني الكرام إلى نهاية مثلا سنة 2018، ربما قد يصل ثمنها إلى 10 سنت. فلنقم إخواني الكرام بعملية حسابية ل10 سنت. مثلا إذا قمنا باستثمار 100 دولار واشترينا الآن، نقوم باستثمار 100 دولار ونقوم بشراء عملة الـ PLC ب100 دولار، سوف تعطينا 99 ألف من عملة الـ PLC. مثلا فلنقل أن العملة وصلت إلى 5 سنت، فنقوم إخواني الكرام بضرب 99 ألف، عفوا 99 ألف من العملة، نقوم بضربها يعني في 5 سنت. انظروا إخواني 4950 دولار، يعني تقريبا 5000 دولار يعني من 100 دولار إخواني الكرام.
هذا إن وصلت إلى 5 سنت. الآن إخواني سوف نرى يعني إذا وصلت إلى 10 سنت، فكما سوف ترون الأمر سهل، نضربها في 1 سنت، عفوا، مضروبة في 1 سنت سوف تعطينا 10,000 دولار إخواني الكرام، أي أن يعني من 100 دولار يمكن أن نربح 10,000 دولار إخواني فقط من هذه العملة إن صدقت. إن صدقت إخواني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن العملة قد تكون نصابة. هذا هو التيم الخاص بالعملة. فإخواني الكرام يعني يجب، وهذا هو الإشهار للعملة. إن إخواني الكرام يعني كل من يعني من لديه تقريبا يعني مبلغ و يعني لا يستعمل في أي شيء ولا يؤثر لا يؤثر فيه إن خسره، فأنصحه بشراء هذه العملة وتركها إخواني الكرام. تركها، فإن ارتفعت فهو ربح، وإن انخفضت فلا مشكل. فهنا تويتر وتليجرام الخاص بهم. فأظن إن ارتفعت العملة إلى 10 سنت وكانت لديكم 100,000 من العملة، فسوف تكون أرباح كبيرة جدا إخواني الكرام. فأنا اشتريت تقريبا 167,000 من هذه العملة. سوف أقوم بتحويلها إلى المحفظة لكي لا أقوم ببيعها أو التصرف في بيعها، لتبقى لدي محفوظة إلى يعني إلى نهاية إن شاء الله 2018. سوف أقوم بسحبها إلى المحفظة. هكذا إخواني الكرام، من أراد شراء العملة فليشتريها من موقع إيتر دلتا، فثمنها منخفض جدا، أي أن يعني 100 دولار يعني قد تكون كافية لجعلك غنيا. يعني 100 دولار قد تصبح 10,000 دولار أو 5,000 دولار يعني في غضون 6 أشهر أو 7 أشهر. وقد تسقط العملة إخواني الكرام، وقد تسقط إن كان يعني الموقع نصاب. ولهذا إخواني من أراد أن يستثمر فليستثمر يعني بمال لا يندم على خسارته، ومن لم يريد أن يستثمر فهو حر. فهذا مجرد اقتراح، فربما قد ترتفع العملة وربما قد لا ترتفع. إن اقتنعتم بالفكرة فقوموا بشراء العملة وتخزينها لأقصى حد ممكن، يعني انسوها. وربما قد تتفاجؤون في يوم من الأيام أنها ارتفعت ارتفاعات كبيرة وأنكم ربحتم أرباح كبيرة، ولكن الصبر ويعني طول النفس. والسلام عليكم ورحمة الله.